هل ممكن ان رمضان يحولك لشيخ صغنن كده في نفسك؟ كل سنة بيبتدي نتساءل السؤال ده، وبيحصل عندنا مشاكل كتيرة قوي عند ناس اللي هو اوريدي احنا في الحياة العادية دايما بنبقى بنتساءل، هو احنا فعلا كويسين ولا احنا مش كويسين؟ هو احنا بنعمل الاعمال دي ونيتنا لله ولا عشان ناخد الكريدت بتاعها والناس يقولوا علينا كويسين؟ فالانسان اصلا طول الوقت عنده صراعات كبيرة جدا مع فكرة النية وفكرة الاخلاص. فبنيجي كمان في رمضان ناس كتير اللي هو انا اولهم، يعني طول السنة احنا يعني مقصرين، عندنا مشاكل، عندنا ذنوب، عندنا اخطاء، عندنا اوقات بنسرح فيها قوي في الدنيا وبتاخدنا وبنبعد عن ربنا. فبنيجي نسأل نفسنا، يعني هو طبيعي يعني ان انا اجي في رمضان كده فجأة اقعد بقى اشير ادعية واشير حديث واقعد اشير برامج دينية واقعد اعمل حاجات يعني تبان، وخصوصا الحاجات اللي هي تبقى للعامة مش حاجات انا بعملها بيني وبين نفسي؟ هل انا كده انسان منافق؟ وكمان بيبتدي يدعم قوي المشكلة ديت الناس اللي يعني ربنا يسامحهم، يعني اللي بيبصوا اللي هو يا عم بقى انت تعمل لنا فيها شيخ، هو انت مش امبارح بالليل كنت بتتفرج على المسلسل مش عارف ايه، ولا كنت بتشتم في الماتش الخماسي اللي مش عارف عامل ازاي؟ هو انت اصلا رحت مثلا صليت التراويح ولا انت بس عامل لنا فيها شيخ على النت؟ فيبتدي الناس فعلا يعني يحصل لنا حالة انكماش كده تجاه الخير، يبتدي يحصل لنا تساؤلات اعلى تجاه نفسنا، ونخلي نفسنا تغلبنا في اكتر شهر المفروض يبقى عندنا قدرة ان احنا نكون احسن. فدايما لما بنيجي في الجزء ده بقول للناس يا جماعة يجب ان نتجنب هذا الانحياز النفسي المشهور بتاع الاول وايت اول بلاك او الابيض او الاسود. عندنا احنا في اوقات كده مخنا مش مركز قوي، فبيبتدي ياخد ملف كامل يعمله بشكل بيرفكت، وخصوصا الناس اللي عندهم الحته بتاعت البرفكشنزم وحب الكمال، يعني يعمل حاجه مظبوطه قوي يا يرميها خالص ما تبقاش موجوده. فلما نيجي نبص بقى من منظور التاني العقلاني بنلاقي ان احنا لو عندنا 12 شهر في السنه، انت ال 12 شهر اللي في السنه دول قررت تبقى فيهم، يعني بدل ما انت ال 12 شهر مقصر بقيت 11 شهر بس مقصر، ده اسمه مكسب، ده اسمه بروجرس، ده اسمه تقدم، ده اسمه انجاز، ده اسمه ان ممكن يكون الشهر دوت يكون هو ده، يعني سبحان الله يكون هو النقلة اللي تكون ليك مع ربنا. واخدك بقى في الحتة الاصغر، ممكن يكون جوه رمضان نفسه لو حد يقولك ما انا كل بقى رمضان ببدأ بعمل يومين كويس بعد كده بقى البتوع هيقعوا فيفقد اليومين دول، لا انا لو في ساعة تقدر تعمل فيها حاجة كويسة لربنا اعمل الساعة دي، انت مش محتاج ان انت تتنازل عن كل حاجة عشان مش تقدر تستمر. فاحنا ليه محتاجين ان احنا نتحول لشيوخ في رمضان؟ وانا بشوف ان ده مفوش اي مشكلة ومفوش اي يعني زي ما تقول كده ايه تناقض في فكرة النفاق او اي حاجة من الكلام ده، لان اصلا الشهر ده هو شهر فيه معروف عندنا ان الاعمال تضاعف الثواب بتاعها، ان يفتح ابواب الجنة، ان الناس ممكن في ناس تعتق من النار كل يوم. اللي ما يجتهدش في الايام دي عن الطبيعي اصلا هو اللي يكون عنده خلل في الفهم. ان انت تخش في الترند بتاع التصالح مع النفس والاتساق مع النفس وما تقعدش تظهر ما اللي انت ما تعرفش تحافظ عليه، خليك انت مع نفسك وتصالح انت مع نفسك، ان هي مش لازم تكون طول الوقت في ازدياد ومش لازم تكون طول الوقت في تقدم. وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يعني الايمان يزيد وينقص، فانت مين حضرتك عشان تكسر الموضوع ده وتبقى كل السنة في ازدياد؟ يجي برضو النوشن التانية بتاعت الناس اللي داخلين يقولك ايه ما انت لازم رمضان يبقى فرصة، واحيانا سبحان الله احنا بنعرقل نفسنا بالخير، يقولك رمضان يبقى فرصة انك تتغير للسنة كلها، فاعمل الحاجات اللي تقدر تتغير فيها في السنة كلها. لا، انا في حاجات اقدر اعملها في رمضان وانا عارف ان بنسبة كبيرة مش هعرف اعملها بقية السنة، بس لا انا هعملها في رمضان لان ثوابها في رمضان هيعادل كل اللي انا هقصر فيه في بقية السنة. فما اقولش خلاص بقى اصل انا مش هقرا مش هختم القرآن السنة دي عشان انا مش هعرف افضل اختمه كل شهر كل سنة، لا مفيش حاجة اسمها كده. فخليك دايما عندك هذه الثقة ان الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا بمعاملة رحيمة يعلمنا اكتر من الناس تعلمنا، وابتدي خلي عندك هذه الجرأة ان انا هنطلق واعمل كل ما اظن ان هو خير. وانت ماشي في الشارع شفت واحد معدي كده بصله ابتسم له، لقيت حد بيقول لك حاجة وطي صوتك ورد عليه برفق خد ثواب، خليك ذكي. فمن الاخر كده عشان نلخص بقى كل اللي احنا بنحاول نقوله دوت، اللي انا عايز اقوله لك ايه، ان من حقنا في رمضان ان احنا نشير عن ربنا ونتكلم عن ربنا وننشر احاديث وننشر ايات، ومش الكلام ده لا مختصر لا على الدعاء ولا على الشيوخ. حضرتك اللي قاعد قدامك هو لا داعية ولا هو شيخ، ولكن كلنا من حقنا ان احنا نتكلم عن ربنا اللي احنا بنحبه، ننشر حاجات احنا اتعلمناها وفرقت معانا. تاني حاجة ركز كويس قوي ان الاخطاء مع الله سبحانه وتعالى تختلف عن الأخطاء مع البشر. كل خطأ ممكن تتوب في اللحظة اللي بعد ما عملت فيها الخطأ والله سبحانه وتعالى يقبلك. بني آدمين ممكن تزعله يفضل مقموس منك شوية، لكن انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى، تغلط الغلطة تتوب بعدها بصدق
الغلطة دي الله سبحانه وتعالى يمحيها. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هو قال لك تعالى، فأنت إذا مريت حتى في رمضان، ناس في ناس كمان لما بيقع بقى في الذنوب كمان في رمضان تروح قافلاه خالص بقى، لا لا لا، وقعت في الذنوب في رمضان ده أحسن وقت تتوب فيه، عشان أنت لسه في رمضان، فأنت لسه عندك الفرصة إنك تتوب وتستمر. طيب تالت حاجة بقى نطلبها من بعض، إن إحنا إيه، نوفر بيئة صحية لينا كلنا إن إحنا نعيش رمضان احسن. بلاش تهزر مع الناس الهزار البايخ بتاع ان يا عم الشيخ، يا عم فكك، مش عارفه ايه، لا، لما تشوف كمان محتوى حلو من ده خش تكتب انت كمان الخواطر بتاعتك، شجع الشخص اللي بينشر حاجه كويسه انه ينشرها تاني، وان يحس انه مش لوحده، ومش هو بس اللي في المعركه دي كل سنه، ان هو يحاول يخلي رمضانه احسن، هو يحاول يتقدم تجاه الله سبحانه وتعالى ولو خطوه واحده. خلينا نشجع بعض، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان كريم عليكم كلكم، ونبقى كلنا شيوخ صغيرة في رمضان نقرب من ربنا، ويمكن سبحان الله ربنا يكتب لنا الخير ونستمر كده باقي السنة. ولو ما استمرناش كل رمضان ربنا هيرزقنا بيه، هنجتهد فيه ان احنا ناخد احسن حاجة بإذن الله، وربنا يرزقنا كلنا يعني الإخلاص في العمل، ويرزقنا اعمال صالحة ان شاء الله. نشوفكم دايما على خير، السلام عليكم.